بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بتحضير حلوة ليغوشي. نحتاج في هذه الكيفية إلى 500 غرام زبدة بحرارة الغرفة، 8 صفار البيض، 250 غرام سكر، عصير زوج حبات ليمون، عصير ومبشور زوج حبات ليمون، ملعقة كبيرة فانيلا، 100 غرام زبيب مقطع إلى قطع صغيرة، 80 غرام جلجلان أو سمسم مقلي، 160 غرام جوز، زوج أكياس خميرة كيميائية أو ما يعادل 20 غرام، 250 غرام نيشا أو مايزينا فارينة. كما نحتاج للتزيين بياض البيض، لزاموند إيفيلي أو اللوز إيفيلي، والسكر بودرة أو السكر ناعم. نبدأ بفصل البياض عن الصفار، ثم نخلط الزبدة قليلا، نضيف لها السكر ونضيف كل المكونات. نضيف صفار البيض، عصير الليمون، مع الخلط دائما مبشور الليمون، عصير ومبشور الليمون يعطي رائحة جيدة، رائحة شهية. لافاني، نضيف الزبيب، الجلجلان أو السمسم، نضيف الجوز، حمص قليلا، نستطيع تعويض الجوز باللوز أو الفول السوداني، الشيء الذي يكون موجود في البيت. هكذا نوصل الخلط، نضيف النشا، بعد إضافة النشا نضيف الآن الدقيق أو الفارينة، نضيف القليل من الفارينة ثم نضيف الخميرة الكيميائية. ملاحظة، لقد نخلت كل المواد،
نشا الفرينه والدقيق هو الخميره الكيميائيه. السيدات التي لا تملك خلاط كهربائي يمكن عمل هذا العجينه باليد. نتحصل على هذه العجينه، تطلبت منا 900 غرام من الدقيق او الفرينه، 900 او 850 حسب نوعيه الدقيق. نشكل كريات ونزنها حيث يكون وزنها 30 غرام. هكذا نشكل كريات، هكذا نضعها في بياض البيض ثم نمررها في اللوز إفيلي. نضعها في صينية مفروشة بورق الزبدة أو ورق الطبخ. نكون قد سخنا الفرن على درجة 180 درجة، تطهى الحلوى لمدة 25 أو 20 دقيقة حسب الفرن. إذا كان فرن غاز نشعله من التحت فقط. وهكذا نواصل العملية حتى ننهي كل كمية. ندخلها الفرن. بعد إخراج الحلوى من الفرن بعد أن أخذت اللون الذهبي، نمررها في السكر الناعم وهي ساخنة وسكر بودرة، ونوضعها في الكيسات أو صحون ورقية. الحلوى لذيذة جدا، أتمنى أن تجربوها.